احلى مساء لاحلى متابعين، شلونكم حبايب الغاليين؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل صحه وسلامه. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو هم كل شويه طلبتوه مني، بما انه انا مسويه جبن عرب سابقا فقلتوا لي يا ريت تسوينا بعده اطعام. فاليوم سويت لكم اربع اشكال من الجبن العرب، جبن العرب المضبوط 100%. طبعا مو انا سويته بصراحه، ابو علي، لان شغله الجبن هو الاكثرية عندي ابو علي يسوي لنا اياه. هالمره سويتكم اياه بالمنفحه، لان هواي قلتوا هاي القطعات مو موجوده عندنا، فالمره سويتكم اياه بالمنفحه. وشوفوا الشكل طبعا رهيب، ويا صينيتنا العراقيه ويا تشاينا ويا خبزنا ما احكي لكم. فالمهم حبايبي هسه راح اخذكم اياه طريقه العمل ويا المقادير، بس يا ريت قبلها تحطوا لنا اللايك، ويا ريت تجدد اشتراك بالقناه، واتمنى منكم انه هذا الفيديو تشاركوه حتى اكثر عدد يستفاد منه. هنا احنا جبنا 20 لتر، طبعا انا هم سويت لكم فيديو من رحنا وجبنا الحليب، وكل الفيديو سيعجبكم ان شاء الله. فجبنا 20 لتر حليب، وهذا احنا كل جدر حطينا بيه 10. طبعا هنا خلينا على النار لحد ما يوصل درجة حرارة 40 او 41. راح تقولون احنا الاكثرية ما عندنا محرار، بس اسما بيدفو، اسما بيدفو يعني مو حار، لا اسما بيدفو، بس انا عندي هذا المحرار فضبطته يعني 40 41 مو اكثر. بس تقدرين تخلين اصبعك تشوفين اسما بيه حرارة، تطفي من النار. وهنا راح نخلي نص استكان مي، وهاي المنفحة، هاي حبايب المنفحة موجودة بكل مكان. راح نخلي نص استكان مي وملعقة طعام اكل منفحة لكل 10 لتر، لكل 10 لتر ملعقة طعام منفحة، ونخليها خففها بنص كوب مي، العفو استكان ونخلطها بهذا الشكل. شوفوا هم طريقة كل سهلة وتعطيكم نتيجة يعني رهيبة. هذا العشرة الأولى كملناها، وهسه العشرة الثانية نفس الحالة، راح نخلي ملعقة طعام منفحة ونص استكان مي، نخلطه ونديره فوقه. طبعا هنا المي هم يكون شوي نوعا ما دافي بهذا الشكل. هسه هنا عندنا كمل، راح نغطي ننتظر نحسب 20 دقيقة، 20 إلى نص ساعة مو أكثر. راح تشوفون رأسا صار عندكم شوية قام يعزل عندنا المي، وصار بهذا الشكل تشوفون. طحنا ابو علي شوفوا صار يعني قالب قصقصة، لزم قصقصة بهذا الشكل. شو شو مقصقصي بهذا الشكل، يقصقصة كله يعني بهذا الشكل. شوفوا ورا 20 دقيقة الى نص ساعة مو اكثر، شوفوا شلون صار عندنا قالب بسرعة ما شاء الله، يعني اختمار عندنا. هسه راح نغطيه وننتظره نحسب 40 دقيقة. بينما نحسب 40 دقيقة راح احضر الحشوات اللي خليتها بجبن العرب. بالبداية كرمت معدنوس أو تريدون كرفس براحتكم. فراح أسوي 4 أشكال، قسم راح أخلي معدنوس، طبعا قسمناه إحنا، وقسم راح أسوي معدنوس وجبن، راح أسوي معدنوس وفيوم، وراح أسوي بالحبة السوداء وحبة البركة، وراح أسوي جبننا العادي. فهنا خلطنا هذا المعدنوس وشوية زيتون، زيتون أي نوعية، الأسود هاي أي نوعية، بس أنا هذا عندي متوفر. كمية يعني قليلة من الزيتون، أكثر شيء المعدنوس. وهنا عندنا هم خلينا معدنوس وثوم، سوينا فصين، اللي يحب طعمه شوية طاغي يقدر يزيد. وهنا عندنا حبة البركة أو حبة السودة. هنا حبايب ورا 40 دقيقة ورا ما قصقصها أبو علي، طبعا هاي مزين الأكياس، وأخيرا وصلني مال الجبن، لأن كانت هواي تعليقات تجيني سلبية على الوجه المخدة. شوفوا شلون عزل، شلون صار المي أصفر وعزل، تشوفون شكله يعني ساعة ما ياخذ من وقتنا، بس ساعة ويصير عندك أروع جبن. هسه هنا راح نصفيه بهذا الكيس عندنا مال، هو خاص مال الجبن اللي هنا. راح يسألون هذا منين، أنا وصيته من الأمازون إن شاء الله، إذا قدرت أخلي لكم الرابط مالته بصندوق الوصف. بأحجام، عدة أحجام، أنا أخذت هذا الكبير كلش، لأن مرات احنا نسوي بس الأبيض، فهذا يصير كلش قالب بيه كبير، وخذت الأحجام الصغيرة قلت حتى أسوي بيه عدة أطعام. فالمهم خليناه بهذا الشكل، وخلينا جواه مصفي حتى بس شوية يذب المي مالته، ما نخليه كلش مي، لأن احنا هسه رأسا حيصير عندك قالب مباشرة. هاي المنفحة تعطينا نتيجة كل السريعة، بس قلنا خلي شوية يذب المي منه، خلينا عليه ثقل وشوية مي، شوية يعني مو هواية، قلنا شوية بس ينزل المي من عنده. يعني تقريبا ورا 5 دقايق رفعنا المي، وراح نسوي الخلطات مالتنا. هسه هنا ايش راح نسوي؟ راح نجيب الكيس اللي صفيناه، طبعا هذا اول جدر اللي هو 10 لتر، راح نقسمه قسمين.
راح اخلي قسم سوي بالمعدنوس والثوم، والقسم الثاني بالمعدنوس والجبن. قلت لكم حتقولوا لي صدق رفس، عادي كلش طبيعي. هذا بقى اول واحد. شوفوا بعد المي بيه مو كلش صفينا، لان اذا صفوه كلش ما حيعطيكم نتيجه حلوه، راح يصير متكتل. فبعد المي بيه خلينا للمعدنوس والثوم، خبطناه بهذا الشكل وجبنا هاي كياستنا الصغار. شوفوا مال الجبن هاي حجمها كلش صغير، راح نديرهن نسويهن يعني كل شيز نوعيه شكل. هم راح نديره لان بعد المي قلت لكم بعد ما مصفي زين، قلنا حتى نخبط هاي المواد وياه حتى يتجانس زين. هسه شوفوا بس مجرد هنشده بهذا الشكل وراح اخليه على صفحه. هاي الوجبه الثانيه راح اخلي بها معدنوس وزيتون. قلت لكم اي نوع زيتون اللي يعجبكم، والمعدنوس قلت لكم كرافس عادي هم ماكو اشكال، وبالكرافس طعمه يكون يمكن اطيب. فهم شوف خلطناه، هم راح اديره بالتشيز. يعني سهل وبسيط، والنتيجه اللي يعطيكم اياها مبهره، احسن حتى من اللي يبيعوه. والمطحه اعتقد موجوده بكل مكان، ودشفون طريقه مالته كل سهله. هسه هاي العشرة لتر الثانيه، قلت لكم احنا كل جدر صار بيه 10 لتر، هم راح نصفيه بس اسمه نصفيه مو كلش. شوفوا هذا حجم التشيز كلش كبير، يعني ياخذ العشرين لتر لان كلش حجمه كبير. بعدنا ابو علي بس قال شوي بعض بس شكل حيضغط عليه، كل ما تضغطون عليه يذب مي. حاطين مصفحنا جوا، وهاي راح اخليه هيك ثقل قليل يعني، وقلت لكم تقريبا نحسب 5 دقائق مو اكثر، ونرجع نسوي الخبطه او النوع الثالث من الجبن. هذا الجبن طبعا راح يفيدكم بالسحور ورا رمضان، اذا الله خلانا طيبين بالريوق بالعشاء، يعني طعمه رهيب. هنا حبة السوداء وحبة البركة، قلت خل اسوي كمية كلش قليلة. فهذا الشكل شوفوا، راح نخلي عليه ملعقة كوب حبة السوداء وراح نخبطه. هم راح نخبطه حتى تتجانس، حتى لا يصير عندنا صفحة بيها قليل وصفحة هواية، لا حتى كله يصير شكل واحد. شوفوا بعده بيه مي، وهم راح اديره بكيس من هالكياس. هاي المرة انا صورتكم اياها بالمشتريات، قلت لكم حتى جيت بمصي اني يعني اساس بس يمكن 4 أو 6 جني ضعف. فشوفوا بعده بيه مي، وهم راح نشده ونخليه على صفحة. هذا الأبيض، الأبيض لا راح نسوي كمية أكثر شي، لأن كلش يحبون الأبيض، ولو إحنا الخضروات بصراحة إحنا أول مرة نجربها، بس كلش طلع طعمه طيب وكلش حبوه، يعني قام ياكلون خضروات وحبوا الأبيض. فهمي راح نصفيه بهذا الشكل شوفوا، وراح نشده حتى يعطينا شكل القرص مال الجبن. هسه راح نخليه طبعا كله بمصفي، شوف شلون طن قرص. راح نخلي الابيض فوقه هاي اللي سويناهن الثلاث اشكال، يعني صار عندنا 4. يعني اتمنى تجربوا، اتمنى تجربوا، لان بصراحه والله كنا نشتري مرات الجبن من برا لو يطلع بيه شعر لو وسخ، لو ما تعرفون يعني انتم المواد اللي مستخدميها او اللي يسوون بيها. هذا انت مسويته ببيتك راح تعرفين شلون مسويته، شلون مشتغلته، والنتيجه يعطيكم اياها حتى اروع من الجبن العرب اللي يبيعوه بالسوق. هسه اخر شيء كملناها، هي خليناه بالمصفي، وخلينا راح خلي هذا الجدر هو اللي ب 10 لتر مي. خلينا بقى هاي الخشبه عليه حتى ينضغط، تشوفون، وخلينا مي عليه، وخلينا طبعا هذا بالليل تقريبا الساعه 3 بالليل يمكن سويناه، وقعدنا الصبح، اول ما قعدنا الصبح صار عندنا جاهز وكامل. شوفوا طبعا هو ما يحتاج يمكن ساعتين ويصير، بس احنا يعني كان كلش وقت متاخر، مو مال نظل سهرانين، فعفناه للصبح. وشوفوا شلون صار قالب وجامد، وهاي هسه النتيجة تشوفوها قدامكم. وهسه راح نفتحها واحد واحد. الحلو اللي عجبني بهاي الاكياس طبعا لا يلزق بيها، ويعني وتتكم شكل مثل اللي هو مسوي بالضبط، مو في القماش. انا كان عندي وجه مخدة هو جديد، فكنت اسوي بيه، لان كنت الاكياس هاي بصراحة ما اعرف لها وين يبيعوها، الى ان قضيت ادور ادور ولقيتها بالامازون واشتريتها الحمد لله. فشوفوها هاي شكلها، العفو لا من الامازون، من علي اكسبرس من علي اكسبرس اشتريتها مو من الامازون، اي لان بكت تاخرت يلا اجتني. فان شاء الله اذا قدرت اخليكم الرابط مالته اللي هنا موجودين بصندوق الوصف، واتحت اسعارها المناسبه. وهاي تشوفون طبعا مال المعدنوس، تشوفون اللون والشكل ولا تغير. انا توقعت حيصير على سواد او يصير صفار،
لا ظل مثل ما هو محافظ على لونه. وهسه هاي الطريقة اللي راح نسويها، هسه راح ابو علي هيجي قصقصه بهذا الشكل، شوفوا طبعا مزرف. طبعا ما يقولوا لي ايش عجب يصير عندك الجبن مزرف، يعني ما اعرف صراحه هو ابو علي كل اي نوع جبن يسوي عندنا، يعني ما فد يوم سوى جبن ودام ما طلع مزرف من البطن، يعني هي نفس الطريقه ماكو اي اختلاف. بس مع العلم احنا ما استخدمنا المنفحه مر قطرات النمساويه اللي اخذها من الصيدليه، ونفس الشيء هم طلع عندنا مزرف من الوسط وكل النوعيه. المهم حبايبي بس ناخذ قطعه قطعه ودشفون ملح داير مدار، دشفون شلون مزرف داير مدار بملح وتخلوه بمصفي وتحطون في الشيء جوا المصفي حتى هم حيذب عندنا شويه مي. هاي مال حبه السوداء نفس الحاله، هم قطعه بهالشكل مربعات وبعض دار مدار بملح وتخليه فوقه. يعني المهم هن كلهن نفس الطريقه نسويه، بس حبيت اراوكم شكلهن شلون صار. دشفون حبه السوداء هم هي هي، لا ذبت لون ولا ابد، يعني بصراحه كلش انبهرنا بشكلهن، لان حتى بعلي قاس يجوز مع نصر اسود، لا تشوفون اللون قدامكم هو هو اخضر وما تغير. هذا بالزيتون وبالمعدنوس، شوفوا الشكل الله عليكم شلونه غير يخبل. وهم نقصقصه بهذا الشكل. راح تقولون شنو فائدة الملح؟ الملح لان احنا ما حطينا، اكو عالم تحط لي قدام ملح، احنا ما نخلي ملح بالبداية، احنا بهذا الشكل نسويه. سوي بالملح يظل قوي محافظ على نفسه ونهائيا ما يتغير، وراح اشوفونهم شلون راح احتفظ بيه. هذا مال الثوم المعدنوس طبعا كلش كلش حبوه، طعمه كلش طيب. هم هاي من الملح داير مداير ونخليه بهذا الشكل، شوفوا تشوفون شكله ولونه يعني روعة. هسه صار بهذا الشكل، كمل عندنا ما شاء الله صارت كمية كلش هواي. راح نغطيه نخليه تقريبا فد ساعتين، هم يذب مية وهم ياخذ شوية ملوحة. طبعا قلت خلي نوزنه نشوف وزنه شقد، لان بصراحة قلت خلي اشوف اللي 20 لتر شقد طلعت لي جبن. نابع خلينا على كنينس ونخليه فد ساعة الى ساعتين. هنا عندنا هو المصفي تقريبا ربع كيلو، فشوفوا الكمية مالته شقد طلعت 3 كيلوات ومية، يعني تقريبا 3 كيلوات الا 150 غرام، ما شاء الله يعني كميته خير من الله صار. راح تسألوني بيش اللتر، اللتر اخذناه ب70 سنت، 70 سنت يعني تقريبا 1000 1000 وشوية عراقي، بس براسه 100% ما مخبوط. هسه ورا ساعتين الطريقة الأخيرة، هسه تقولوا لها شنو هاي مو ساعة، عن صح خلال ساعة كمل عند الجبن، بس هاي الطرق لازم تسويها، لأن احنا لحد الآن ما عقمنا الحليب. راح نفور الجبن كله. راح تقولوا لي قد ياخذ وقت من عندكم، تقريبا 5 دقائق كله مفوره، بس بالبدايه شوي غسلوه من الملح ونغسله من الملح ونفوره. هنا لان هذا لازم يتعقم، يعني لان احنا ما عقمناه ولا فورناه، وهم راح يسالوني يصير مفوره ونسويه؟ لا ما يصير حبايب نهائيا، هاي الطريقه المضبوطه للجبن، بس اسمه يتفى ونسويه. وهاي التعقيم يصير اخر شيء التعقيم له، وهاي مال حبة السوداء. المهم هن كلنا راح نفورهم بهذا الشكل، وقلت لكم تقريبا كل واحد يطول 5 دقائق، او مرات تشوفوه هو يطوف. وهذا شوفوه شلون صار، طبعا يخبل لا مرض لا، يعني دشوفوا هسه قدامكم. خلينا هاي ورق الزبدة وراح نخليه عليه حتى شوية يبرد حتى احتفظ بيه بحافظات. راح تشوفون شلون حاحتفظ بيه، طريقة الاحتفاظ مالتهم كلش كلش سهلة، ويعني راح تشوفوها. وشغل ما يطول عندكم ما عليه شيء، بس المهم خلوه بالبراد ما عليه اي شيء، بس ما شاء الله صار كميه خير من الله. وهاي حتى ورا ما فورنا مال المعدنوس والثوم نهائيا ما تغير شكله. شوفوا هاي الصينيه شغل صارت، ما شاء الله تبارك الرحمن خير من الله. فاكيد اذا بالسحور ويا رقي ويا شاي، يعني ما احكي لكم الطعم. وهمين قلت لكم برا رمضان بالريوق بالعشاء هم كلش كلش طيب ونظيف ومسوي تأتي بإيدك وتعرفين شنو موادك. بس أهم شي نوعية الحليب. هواي كتبوا لي زين يصير حليب مال ماركتات، لا حبايب ما يصير مال ماركتات، لازم حليب العفو مال هوش، لازم حليب مال هوش. فإحنا نروح يعني مباشرة يحلبون نيا منا ويعطونا نيا منا. وأنا هم سويت لكم فيديو إن شاء الله بأقرب وقت راح أنزل لكم إياه، شلون حلبوا البقر ومن طون الحليب، كلها ان شاء الله راح انزلكم اياها في فيديو. فهم حليبهم طبعا 100% ما مخبوط،
تشوفوه هسه بعد حار ولا لين ولا ابد، ولازم ثاني تشوفون بايدي يعني لا لين ولا ابد، وكل نوعيته طلع مزرف من الوسط ان كان الابيض او البي حشوات. وهاي قدامكم انا حبيت اراكم اياها واحد واحد. فاكيد احنا طبعا هم ما يسحرون، بس من شافوه قالوا لازم نسحر لان بعد ما يقدرون. فهذا الماعون شوفوا اطلع عليكم شلون ماعون، والله تمنيته قدامكم. واسفه طبعا انتم صيام واني نزلت لكم هيك شيء، بس حتى اتمنى انه تجربوه. واكيد ويا استكان الشاي قلت لكم او ويا الرقي طعمه طبعا كلش كلش طيب. فهذا كان الجبن مالتنا، طريقه سهله وبسيطه وما ياخذ منك وقت نهائيا، يعني اتمنى تجربوه. خلينا نشوف بالله كم وحده راح تجربه. شفتوا هالمنفحه انا صورتكم اياها، تقدرون تاخذون لها صور وتجيبوها، موجوده عند العطارين، واشتغلوا انتم بيتكم وشوفوا النتيجه مالته. طبعا اهم هوايه جربوا جبن العرب الابيض، سويته قديم والحمد لله يعني كلش عجبهم. واكيد شنو ناقصنا؟ الخبز العراقي، لان هذا الجبن اذا مو خبز عراقي ما نحسه طيب. فطبعا هم هنا صور يلا فضينا فضينا لان قالوا مبين ريحته وطعمه وشكله هو كلش كافي، فلان هم عن شنو اسلق وياخذون ياكلون منه. فما اقول لكم طعمه شلون صار، وكلهن طيبات راح تقولوا لي اطيب واحد بيهن، ما اقدر اميز واحد اطيب من الثاني. شوفوا الابيض شلون مزرف والباقيات كلهن مزرفات. فحبايبي هذا الجبن اللي رتوه بعدة أطعام، سويت لكم اليوم أربع أشكال وهم سهلات وبسيطات. طبعا هواي يكتبوا لي معالي تدوني سهل وبسيط، شنو الفرق بيناتن؟ والله ماكو فرق، بس رغم لساننا دائما نقول سهل وبسيط، وأكيد بصينيتنا العراقية يكون طعمه أطيب، صح لو لا؟ فخلينا لهم ياب صينية وقلنا لهم ألف عافية. طبعا أنا ضقته وما ضقته، بس ما سحرت وياهم لأن أنا ما أسحر طبيعتي، أشرب بس مي. وهذا كان سحورهم، وأكيد طبعا اللي جربه ألف عافية مقدما. وأتمنى الفيديو حبايبي أعجبكم، إن شاء الله ما نسيتونا لا باللايك ولا بتعليقاتكم حلوة. ولهنا وأقولكم مع ألف سلامة للجميع.